ما هي الا لحظات وينطلق هذا الشوط، والزميل حمد بن ضبيب الشامسي هو من سيصحبكم اعزائي المشاهدين والمستمعين بمتابعه هذا الانطلاق. شكرا للزميل سعد بن مثل العتيبي. ايها الحول الكريم مشاهدينا الاعزاء، يتواصل اللقاء في هذه اللحظات المسائيه ويتجدد بكم التواصل في انطلاقات المساء، وشوطنا بعد اداء فريضه الصلاه وصلاه العصر في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء ينطلق على البركه هذا الشوط، والخاص بالابكار وهو في تعداد الاشواط الشوط السابع وضمن الاشواط الخاصه بابناء القبائل في سن اللقايه والاشواط العامه. اذا ايها الحول الكريم مشاهدينا الاعزاء، هذا الشوط ينطلق مع هذه الشعارات الرائعه والجميله المشاركه والخاصه بابناء القبائل، وهنا المشاركه في هذا الشوط من ابكار يصل تعداد 23 بكره مشاركه في المقدمه والصداره. نتابع اذا على الصداره، هناك مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه من تتقدم على المركز الاول، وشعار بن مشيط راشد بن مشيط المري يفتتح اذاعه هذا الشوط والتحدي الاول بعد هذه اللحظات. اما المركز الثاني نرى مشاهدينا الاعزاء ونتابع معاكم من خلال هذا التحدي، سلهود اخذت المركز الثاني لسلطان بن خليفه بن زاهره الخيلي تاتي على ثاني المراكز، مسيكه في المركز الثالث، وهناك سعيد بن محمد بن زيتون المهيري مالكها في هذه اللحظات تاتي على المركز الثالث. اما المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء العنود لصالح بن سالم الهوادي المري في المركز الرابع، بينما والمركز الخامس اذا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظه نرى ونتابع شعار سالم بن سلطان بن يراح الاجتبي مع العنود قادم الى المركز الخامس. هذا اذا النداء الاول مشاهدينا الاعزاء بعد هذه الانطلاقه وبعد تنافس جميل منذ بدايه التحدي لهذا الشوط وضمن هذه الاشواط وثاني ايام المهرجان. عوده الى الشاهينيه وعوده الى من تتصدر القائمه وكل الاسماء المشاركه. يا سلام بن مشيط من يفتتح مشاهدينا هذا التحدي ويفتتح هذا الحماس لهذا الشوط، راشد بن مشيط المري ومع الشاهينيه اللي تاخذ زمام هذا الشوط وتتمركز في الصداره، بينما اللي قدمت الان ومسيكه من تتمسك بثاني المراكز في هذه اللحظه، وسعيد بن محمد بن زيتون المهيري يشارك في هذا الشوط لعل وعسى ان يخطف الناموس من خلال تحديات هذا المساء. اما المركز الثالث تاتينا مشاهدينا الاعزاء هذه اللحظات سلهوده على ثالث المراكز، وسلطان بن خليفه بن زاهره الخيالي ياتي على هذا الموقع نقله الى المركز الرابع. يا سلام هنا العنود بدات تعاند العنود، يا بن يراح سلطان سالم بن سلطان بن يراح الاجتبي مشاهدينا الاعزاء اخذ المركز الرابع في تحديات العنود هذا الشوط. اما المركز الخامس شعار بن خويتم ياتينا مشاهدينا الاعزاء مع الشايبه وحمد بن خويتم العامري في المركز الخامس. هذه النتيجه ايها الحمد الكريم، هذه النتيجه لهذه الاسماء المشاركه في هذا الشوط وهذا التحدي حتى هذه اللحظات. وهناك لا زالت الابكار الثمانية عشر اللي تنتظر دورها وتقدمها، متى يعني يسمح لها المالك او المضمر بالتحرك في النداء لهذا الشوط. ولكن العوده الى الشاهينيه، يا سلام الشاهينية من تتقدم وتاخذ كل مناسبة لهذا الشوط وكل تحدي وكل كيلو وهي مسيطرة على المركز الأول. يا سلام يا أحب أهل الناموس هذه السلالة وهي السلالة الشاهينية. إذا راشد بن مشيط المري مشاهدين الأعزاء هو من يتحكم في المقدمة ويتحكم بالصدارة، ولكن أرى في هذه اللحظات بدأت الضغوط. يا سلام من أصعب موقع في الميدان، والشايبة الله في سن الشباب الشايبة، هذا حمد بن خويتم العامري يدفع بالشايبة تنتزع بطاقة المركز الأول، تنتزع الناموس والتحدي. يلا يا مضمرين تهيئوا لأن الأمور أصبحت خطيرة، الأمور أصبحت كبيرة، تقريبا ما قاربنا من 3 كيلومتر من خلال هذا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء. وهناك الشايبة من تغير سلهودة ملاحقة قوية لهذا الشوط وند لهذا الانطلاق. سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي، يا سلام يا بن زاهرة أشوفه بدأ يحرك أموره، بدأ يغير الناموس في هذه اللحظة.
اللحظات، ولكن بن يراح يا سلام، العنود 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 سالب بسلطان بن يراح الاجتبي، يلا يا بن يراح عاندهم، جرحهم يا بن يراح، خذت المركز الاول مشاهدينا الاعزاء، يا سلام بدون اي توامر حتى هذه اللحظات، واثنين كيلو متر فقط ما تبقى على خط النهايه، والعنود من تلتزم بالمقدمه في هذه اللحظات. نشوف المركز الثاني، يا سلام هناك بن هميله قدم، الله سمحه سمحه الفندي بالخميس بالفندي المزروعي، هذا شعار المزاريع مشاهدينا الاعزاء، خذت المركز الثاني، ولكن بن طويرش بن طويرش بن طويرش بن طويرش، يا سلام هذا عبد الله بن طويرش. اذا مشاهدينا الاعزاء امسيه خذت المركز في هذه اللحظات الثانية، علي بن مهير بن بليشه تاتي في ثاني المراكز في هذه اللحظه، والمركز الثالث هناك بالفندي، الفندي بالخميس بالفندي المزروعي ياتي مع سمحه في المركز الثالث، وبن خويتم مع الشايبه، يا سلام حمد بن خويتم العامري في المركز الرابع، اما المركز الخامس الهوده سلطان بن خليفه بن زهره الخيالي، والخمس اللي بهزان اللي قاعد على ناموس هذا الشوط وتحدي، وبدا وصول مشاهدين الاعزاء الاسماء الاخرى، بدات الكوكب الاخرى تنضم الى المقدمه، تنضم الى حماس هذا الشوط، والكل مستعد هنا في شحانية، الكل من ناموس مع هذه الأجواء الاحتفالية التراثية في ميدان الشحانية، يا سلام الله يستقبل المزيد من هذه الأسماء الشحانية، الله والمقدمة الأمسية أمسية أمسية في أمسية رائعة، وهذه مشاهدينا الأعزاء في صدارة هذا الشوط أمسية، وعلي بن مهير بن بليشة في المقدمة والمركز الأول ويسيطر على زمام الشوط، ولكن بن طويرش عبد الله بن طويرش الوهيبي إذا مشاهدين الأعزاء في المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني هناك بن يراح، يلا يا بن يراح العنود سالم بن سلطان بن يراح الاجتبي في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء، وسمحه قادمه سمحه سمحه الفندي من خميس بالفندي المزروعي، الله يا سمحه تسمح الدروب سمحه، الله الله شوفوا الاسماء القادمه، شوفوا الاسماء القادمه دليل قوه هذا المهرجان، نشوف اللي في المركز الثالث اللي قادمه في هذه اللحظه في اول لده، علي بن مسلم بن دري المنصوري، يا سلام يا راعي الشاهنيه ويا راعي مصيحان ياتي في المركز الثالث في هذه اللحظه، بينما المركز الرابع الشايب حمد بن خويتم العامري، والمركز الخامس سالم بن حمد البطين في المركز الخامس، نعود الى المقدمه الى المركز الاول الى المركز الاول، يا سلام هناك امسيه امسيه علي بن مهير بن بليشه في التضمير، عبد الله بن طويرش الوهيبي، اذا مشاهدينا الاعزاء وهذه بدات تغادر بدات تغادر مع هذه اللحظه ال 300 متر المتبقيه على زمام هذا الشوط، امسيه الناموس في هذه اللحظه، هنيالك يا بن طويرش، هنيالك يا بن بليشه، هنيالك يا بن بليشه علي بن مهير بن بليشه، وهنيالك المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي، وخلاص غادرت غادرت الى اهالي الناموس الى اهالي العوير حيث ما يسكن علي بن مهير بن بليشه، ومضمرها عبد الله بن طويرش الوهيبي، مشكور يا بن طويرش، هذه لحظات وصولها مشاهدينا الاعزاء لخط النهايه، معلن الناموس والتحدي تهانينا على هذا الفوز، اما المركز الثاني الفندي بالخميس بالفندي المزروعي سمحه، المركز الثالث علي بن مسلم بن دري المنصوري، المركز الرابع سالم بن حمد البطين مع المركز الرابع، بينما الشايبه بالمركز الخامس حمد بن خويتم العامرياتي خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء، هكذا كان الشوط حافلا بالناموس والتحدي حتى اللحظات الاخيره، ولكن امسيه ظللت الجميع وخطفت المقدمه مع هذه اللحظات، وهذه لحظات جميلة من عادة من مخرجنا لهذا الشوط، وهذه أمسية هي من تتصدر ناموس هذا الشوط لتفوز بتحديه وانطلاقته، وأمسية في ملكيته لعلي بن مهير بن بليشة، إذا في المقدمة مشاهد الأعزاء تصل لخط النهاية قاطع التوقيت الزمني 7 دقائق 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، وتهانينا من عبد الله بن طويرش الوهيبي، وهذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، بينما ثاني المراكز إذا مشاهدينا الأعزاء نتابع مع سمحة اللي وصلت في المركز الثاني للفندي بن خميس بالفندي المزروعي، وصلت في المركز الثاني وقطعت مسافة 5 كيلومتر في 7 دقائق 57 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لأهالي الغربية على هذا الفوز، الفندي بالخميس الفندي المزروعي سمحة، أما المركز الثالث اللي تصل في هذه اللحظة وتتابع الانطلاق علي بن مسلم بن دري المنصوري راعي مصيحة ياتي في المركز الثالث، قطع مسافة 7 دقائق 57 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا التحدي من خلال وصول الشاهنية
الى المركز الثالث. هكذا يحاول الكريم كانت النتيجه للثلاث المراكز الاولى مصحوبه بالتوقيت الزمني لكل المشاركين الثلاثه. هنيئا للفائزين في هذا الشوط، وهارد لك لمن لم يحالف الحظ. عوده للزميل سعد مثلع العتيبي، والكلمه لك. شكرا للزميل حمد بن ضيب الشامسي. اذا مشاهدينا الكرام، امسيه وهي امسيه جميله بكل تاكيد لمالكها السيد علي بن مهير بن بليشه، الذي انتزعت امسيه من خلال وحده الناموس لمالكها علي بن مهير بن بليشه، وكذلك لمضمرها السيد عبد الله بن طوير الشامسي.